بسم الله. لو احنا عايزين نعمل الموقع العام، هاجي هنا الاقي الادوات الخاصة بانشاء الموقع العام، زي ان انا اقول له عايز سايت فهيبدأ ينشئهولي. ممكن اعدل فيه زي ما انا عايز، يعني ممكن اعمل له سيلكت وابدأ اعدل الطول والعرض زي ما انا عايز، وده شكله هيبقى في 3D. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز مثلا احدد مكان للريزد ريجن مثلا بالشكل دوت. طبعا في اشكال تانية موجودة، ممكن اعمل طريق بدي ان انا اعمل خط مستقيم او اعمل اس بي لاين روت، وممكن احدد الويتس بتاعه هيبقى قد ايه، والهاي والستارت. هبدا اعمل طريق، حكاية زي الحلزونة. تمام. وبعد كده اعمل طريق صغير كده، حاجة زي ستريت درايف واي من هنا مثلا لهنا بالشكل دوت. فهو بيديني ادوات كويسة ان انا اعمل طريق زي ما انا عايز، وان انا اظبط الموقع العام. وممكن اعمل سور مثلا، خلينا مثلا نعمل سور هنا وفينس هنا. لو دخلنا الموقع العام هلاقي حاجة بالشكل دوت.